اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من اسرار شرق اوسطيه. لم يكشف الى الان عن هويه السفينه الاماراتيه التي اختطفها بين قوسين الحوثيون اليمنيون، لكن اغلب الظن وبنسبه عاليه فان هذه السفينه التي تحمل العلم الاماراتي والمتوجهه الى جيزان هي روابي، لأن عموما منذ 18 ساعة تقريبا لم تظهر على الأقمار الصناعية، وأهم من كل هذا فإنها من دون إيمو. هذه السفينة الإماراتية من دون إيمو، وهي لديها رقم مسمات الخدمة المتنقلة البحرية تحت الرقم 47-00-26-3-0. ويمكن أن نقول وبشكل مباشر أنه في الوضعية 15-14-34-9 شمالا و 42-11-28-9 شرقا، فإن احتمال كبير جدا أن تكون أروابي هي هذه السفينة المختطفة، خصوصا وأنها تتبع إلى ليوا مارين سيرفيسز LLC، أي خدمة شحن أبو ظبي، وهي على العموم تابعة للمقر 511 شارع النهيان في أبوظبي، وتتبع إلى خلفان فرج محيربي. لكن الوضعية اليوم منذ أن كانت الاتصالات مع مدير هذه لواء فيني بيلاي، فإن الأمر يتعلق بانطلاق هذه السفينة من جبيل السعودية وباتجاه جازان. هكذا هو الوضع، لأنها ستنطلق في حدود 7 أو 8 دقيقتين، نتحدث عن 8 دقيقتين مساء، وستكون في يوم 4 من يناير على 1 في جازان. إذن بالنسبة لوضع روابي هو المؤكد إلى حدود هذه اللحظة، وهذا الاحتمال كبير جدا، ونحن نرى على الأقمار الصناعية 68 مترا، وهذا هو طول السفينة التي اختطفت. إذن العملية على العموم هي أولا من دون إيمو، ثانيا أن في بعض الأحيان يعلن أنها بعلم إماراتي، وفي بعض الأحيان ليس هناك إمكانية لضبط أي علم. هذه هي الخلاصة الثانية. الخلاصة الثالثة أن هذه الباخرة الجديدة، يعني أنها في 2021 صنعت، كيف صنعت، ما هو مسارها، ما هي الشركة التي صنعتها، كل هذا يبقى سرا، بدون إيمو، بدون مركز لتصنيعها إلى آخره. صنعت في 2021، إذن كل هذا الغموض وهذا التاريخ أو هذا التاريخ الغامض بالنسبة لهذه السفينة، والتي سلمت، وأنا أؤكد على هذا، أنها من دون إيمو التي لدى كل السفن التجارية. هذه السفينة ليس لديها إيمو، وبالتالي فإن وضعها وضع مختلف للغاية، ويمكن فعلا أن تحمل ما تشاء، لأن كل عملياتها إلى حدود اللحظة هي معلنة في أنها من جبيل من السعودية وباتجاه جازان، وهناك انطلاق وهناك وصول، ثم بعدها يأتي بلاغ التحالف العربي ليقول من سقطرى إلى جازان. اللعبة هنا مختلفة للغاية، والأمر هنا انكشف، بحيث أن هذه السفينة التي نؤكد عليها الآن أنها من دون إيمو، وهي المحتملة بشكل كبير جدا، رغم الإعلان الذي أعطي بالنسبة للملاحة البحرية، لكن هذه المعلومات كلها ليست دقيقة للغاية بالنسبة لهذه السفينة على وجه التحديد. إذن هذه العملية هي عملية استثنائية بجميع المقاييس. ثانيا، أن بالنسبة للمهمات بالنسبة لهذه السفينة أساسا هي مهمات سرية، لأن
بأنها تعمل من دون إيمو رغم رحلاتها التجارية، لكنها تبقى مغلقة داخل العمليات المحددة، وهي تابعة كما قلنا لخدمة شحن أبوظبي، وهذه لواء سيرفايسز. وأيضا هذه الشركة لديها عمليات مساندة بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، والتصعيد الذي حدث من الحوثي اتجاه مثل هذه السفينة الإماراتية هي إشارة قوية إلى أبوظبي وإلى حاكم أبوظبي. لذلك فالعملية اليوم هي عملية عسكرية بالأساس، وبالنسبة للحوثي قد يكون تدخل عنيف جدا لتحرير هذه السفينة لعدم الكشف عن ما فيها، وبالتالي فإن كل العملية اليوم العملية العسكرية هي مؤطرة عبر الجيش الأمريكي، عبر الإمارات العربية المتحدة، وكل القوات البحرية السعودية. حالة الطوارئ حقيقية تجاه هذه السفينة، لأن خطف هذه السفينة يعد بمثابة تجاوز لخط أحمر لم يعد مرسوما، بل أصبحت المعركة مفتوحة. والدليل هي العمليات الأخيرة بالمقنبلات، قنبلت كل شيء، وهذا الذي يعطي أفقا مفتوحا لحرب أيضا ضد السفن، وهذا الذي حدث بالنسبة للحوثي اليوم مع روابي، مع هذه السفينة الإماراتية التي كانت في الساعة الواحدة من الرابعة من يناير كانت ستكون في جازان، لكن اليوم والمعتقد بشكل كبير أنها ليست كذلك، وهي خارج الأقمار الصناعية لمدة أكثر من 18 ساعة إلى حدود هذه اللحظة، مما يعني أن العملية أصلا بدأت سرية لتنتهي في يد الحوثي. إذن الأمر صعب جدا ومعقد للغاية، وهذا ما نؤكده، وسنتابع كل التفاصيل. لكن على العموم اليوم السفينة المحتمل أن تكون هي المختطفة هي الروابي الإماراتية التي من دون إيمو، وهذا الذي يؤكد أن عملياتها عمليات سرية بالأساس، وعمليات عسكرية أو للدعم العسكري على أقل تقدير. وهذا الذي يذهب باتجاه أن الحوثي رغم كل القناع التجاري بالنسبة لهذه الشركة، فهي شركة محددة في الدعم اللوجستي المباشر للعمليات الخاصة خصوصا، وأن هناك تطور ميداني رهيب جدا هو قصف الممر الجمركي لعفار في البيضاء، وكان القصف شديدا، وهذا المركز الجمركي أساسا معترف به من الأمم المتحدة. وعندما أصبح الوضع بهذا الشكل بعد إغلاق الحديدة، الآن أيضا بالنسبة للمركز الجمركي في البيضاء، يعني أن الوضع أصبح معقدا للغاية أمام هذه الموجة من العنف الشديد بين طرفي النزاع، ما سمي بالتحالف العربي، التحالف الإماراتي السعودي وما بين اليمن، في شخص جماعة الحوثي التي اليوم هي تحاول وتسعى جهد الإمكان أن تفتح جبهة أخرى باتجاه الحديدة. وهذا الوضع اليوم هو وضع قد يمنح الجميع أمام الحصار البحري، محاولة كسر الحصار البحري، لأن كسر الحصار البحري انطلاقا من الحديدة أو من غيرها سيكون بمثابة دفقة الأكسجين التي يمكن أن تعطي للحوثي هذه إمكانية واضحة للوصول إلى سيناريو جديد انطلاقا من كسر الحصار البحري على جماعة الحوثي. وهذه الإمكانية واردة أمام التطورات الأخيرة والقصف الجوي العنيف الذي اعتبره على الأقل السعوديون والإماراتيون بأنه الرسالة الأقوى للحوثي، وبعدها مباشرة يمكن الذهاب إلى المفاوضات، ولكن بكسر جناح، وهذا الذي يرفضه الاتجاه الآخر. لذلك فالحرب اليوم تدخل مرحلة جديدة خصوصا أمام اختطاف سفن، وهذا التطور اليوم دقيق جدا، لأن المعلومات بالنسبة للروابي كانت شديدة الدقة بهذا الخصوص، لأن احتمال أن تكون روابي هو الاحتمال الأكبر أمام ما سلفا قلناه من معلومات قبل أن يكشف عن هوية هذه السفينة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.